الخالد ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، مرة أخرى نرحب بكم في شوط المباراة الثاني في السادار في بامبلونا، اللقاء الذي يجمع بين أوساسونا وريال مدريد لحساب الكوبا ديل ري. الشوط الأول انتهى عند تقدم الريال بهدف مقابل لا شيء، حمل توقيع النجم كريستيانو رونالدو في المباراة الأولى بعد أن توج بالكرة الذهبية في العام الجديد في العام 2014. بداية ممتازة لريال مدريد، بداية ممتازة لرونالدو اللاعب رقم واحد في العالم حاليا، وسجل هدفه الأول بعد الكرة الذهبية بعد التتويج بعد أيام قليلة من إعلان اسمه رقم واحد في العالم كلاعب كرة قدم بالنسبة لرونالدو. والريال يمضي نحو الترشح إلى الدور النهائي من هذه المسابقة مع هذه الكرة الخطيرة لكوينتراو صافرة، جاءت متأخرة من حكم المباراة بعد وجود تسلل على كوينتراو. شوط المباراة الثاني ينطلق، ريال مدريد سجل هدفين في مباراة الذهاب وفي مباراة الإياب هنا في أوساسونا. الشوط الأول سجل ريال مدريد هدف، ما يعني أنه قد قطع شوطا كبيرا جدا من الوصول إلى الدور ربع النهائي في بطولة الكوبا ديل ري. رمية جانبية لريال مدريد، لا تغييرات تذكر في تشكيلة الفريقين، نفس الأسماء التي بدأت المباراة سواء للمرينجي مع كارلو أو لخارفي خافي غارسيا مع أوساسونا. بيبي تعود الكرة لسيرخيو راموس. سيرخيو راموس شوط المباراة الأول أفضلية كانت واضحة للفريق الملكي على مستوى السيطرة، على مستوى الفرص، على مستوى الهدف الواحد المسجل، يعني على مستوى النتيجة. وإن كان أوساسونا في الربع ساعة والعشر دقائق الأخيرة في شوط المباراة الأول كان قد ظهر ببعض الكرات الخطيرة على مرمى إيكر كازياس، واحدة منها اصطدمت في القائم. الكرة تعود لمصاتي الرمندي وسط الملعب من ألونزو إلى إسكو، وتحرك لمصاتي الريال أربيلو على جهة اليمين البحق. الكرة العرضية تلعب نحو القائم الثاني وكرة تبعد من الدفاع سهلة بعد ذلك لحارس المرمى أندريس فرنانديز الذي فشل في اختبار كريستيانو رونالدو رغم أنه بدا للجميع أنها كانت كرة سهلة، كرة الهدف التي دخلت من بين قدميه وكانت قصة الهدف الوحيد في هذه المباراة حتى الآن. كرة تعود للوتس، لوتس يلعب كرة للأمام لكن التغطية بعد ذلك تصل لرامندي، لمسة جميلة ديماريا لكن التغطية أمام رونالدو. كريستيانو كان متسللا، اللاعب يتواصل بكرة للوتس، المدافع الفرنسي يلعب الكرة لبونيال. كرات بين عناصر أوساسونا، فريق يحتل الترتيب 13 في الليغا هذا الموسم حتى الآن، وإن كان ليس بعيدا عن فرق الهبوط، يحتاج إلى أن يتحسن في مردود أكثر في الجولات القادمة. هنا كرة بعيدة جدا عن أوريول المدافع الأيسر وفي الأخير إلى رمية جانبية. صورة تغنيك علي التعبير في وجه هذه المشجعة لفريق أوساسونا في البامبلونا، جاءوا وحضروا في برودة رغم برودة الطقس ورغم أنهم يعرفون أن مهمة فريقهم صعبة جدا أمام ريال مدريد، ورغم أنهم يعرفون أن ريال مدريد طبعا يلعب مباراة اليوم بالفريق الأساسي وبكم هائل من النجوم وفارق كبيرة جدا، رغم ذلك كله فأنهم حضروا اليوم من أجل أن فريقهم ربما يحصل على معجزة، وإن كانت هذه المعجزة ليست في المتناول هذا المساء، ربما أنها في وقت آخر، ليس هذه الليلة وليس في هذه السهرة. كرة تعود لمصاتي إسكو مضغوط عليه وسط الملعب، تعود مرة أخرى لمصاتي أوساسونا في جهة روبرتو توريس، لمسة على جهة من انطلاق لألفارو سيخودو، تحرك على مستوى الهجوم لمصاتي أوساسونا. هنا أوير يلعبها لوي، راول لوي يحاول تسديد كرة من مسافة بعيدة جدا، ضربة مرمى لإيكر كازياس. راول لوي، أمر غريب بعض الشيء أن تشاهد كاميروني اسمه راول، وراول واحد من أبرز الأسماء في تاريخ ريال مدريد، النجم الأسطوري بأتم على الكلمة في تاريخ الفريق الملكي. الكرة لإيكر كازياس يعطي ريال مدريد الكثير من الطمأنينة لجماهيره في هذا المساء في هذه السهرة، يعطي طمأنينة بتألق إيكر كازياس ومواصلة التألق لكازياس، يعني أنه ليس لديهم مشاكل على مستوى حراسة المرمى في الفريق الملكي، يعطي طمأنينة أنه رونالدو يسجل اليوم، يتألق اليوم، ويعطي طمأنينة الريال أنه حتى بالرغم من أن هنالك بعض الأسماء الغائبة عن هذه المباراة
رغم ذلك فإنهم يلعبون بشكل جيد، يتحركون بشكل جيد، يسجلون وقريبين من الترشح في بطولة الكأس. كل هذه المكتسبات تريح أعصاب جماهير ريال مدريد، تجعلهم في سهرة ممتعة حتى وإن كان الفريق لا يظهر بالشكل المطلوب على مستوى الأداء الفني الساحر، على مستوى الكرة الجميلة الفرجة بأتم معنى الكلمة، ربما لا نشاهدها في كثير من المواقف اليوم، لكن الأهم يتحقق للفريق الملكي وأوساسونا المهم لديه أن لا يخسر في مباراة اليوم حتى وإن خسر الترشح، أن لا يخسر النتيجة. كرة أوت لمساتي لوتس بدون تركيز، يستعيد هذه مرية، لمسة للأمام باتجاه رونالدو في مكان خطير، كريستيانو على اليسار، خيسي في الانتظار، جميلة ولكن التغطية تعود مرة أخرى لخيسي، كان إسكو في اللقطة الماضية ثم بعد ذلك رمية جانبية، لا خيسي ولا إسكو نشاهد منهم الأداء المنتظر في وقت نشاهد فيه دي ماريا يقوم بأدوار دفاعية كثيرة في مباراة اليوم، تشعر أنه مقيد بأدوار دفاعية. كارلو لا بأس من أعطاء المزيد من التجارب في مباراة اليوم، ونقول تعليمات لدي ماريا أن يعتاد على تأدية دور دفاعي فعال في مباراة اليوم، لأنه القادم سيكون أصعب، القادم سيكون أصعب ما في بطولة الكأس، في بطولة الدوري، في الشامبيونز ليج. كرة تعود لإسكو، دي ماريا لإسكو مرة أخرى، إسكو على يسار يحاول، مضغوط عليه، يحافظ على كرة يكسب خطر، مهارة عالية جدا عند إسكو، قصير المكير المهاري الخطير، إسكو يكسب خطر لمصلحة ريال مدريد بعد 6 دقائق في شوط المباراة الثاني في السادار. الريال يسعى لهدف ثاني، عودة لكوينتراو في مباراة اليوم، واحدة من مكتسبات الريال أيضا في هذا المساء. خطر لمصلحة ألونسو، في الانتظار راموس ورونالدو، ومحاولة لمصلحة الفريق الملكي عن طريق ألونسو، تلعب كرة عرضية لكن الدفاع يتدخل، يقرأها الدفاع بشكل جيد عن طريق لوتس على ما يبدو، ثم رمية جانبية لريال مدريد. لم يتعب كثيرا ألونسو في مباراة اليوم وكذلك عناصر ريال مدريد، لأن المباراة في المتناول، نعم بذلوا بعض الجهد ولكن لم يبذلوا مجهودات كبيرة جدا أو مجهودات مضاعفة. كرة تعود في وسط الملعب لمصلحة الريال، لمسة باتجاه دي ماريا، دي ماريا يحاول تسديد كرة من مسافة ولكنها بعيدة من جانب دي ماريا، ضربة مرمى لأندريس فرنانديز، سدد دي ماريا بكرة بدون تركيز بعيدة عن المرمى، ثم يستعيد الكرة أوساسونا بانطلاقة لكن أيضا بدون أي تركيز، كرة تعود لمصلحة ريال مدريد في وسط الملعب، ألونسو عندما يتفوق ريال مدريد في مباراة الذهاب 2-2 فإنه يصل إلى الدور ربع النهائي، حدث ذلك من قبل في 1930، في 1933 وفي عام 1999، في المرات الثلاث كان متفوق في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، بينما أوساسونا يحاول ويكسب ركنية، تحسين الشكل بالنسبة لأوساسونا، الخروج بشكل جيد على الأقل رغم خسارة بطاقة الترشح، على الأقل أن يقدموا أداء جيدا فيما يتبقى من دقائق في هذه المباراة وفي ملعبهم في رينيو دي نافارا سادار. هذه ركنية متاحة لأوساسونا، يترقبها الكل، محاولة لمصلحة الفريق المحلي، كرة تلعب عرضية خطيرة بالرأس لكنها تبعد، دي ماريا يحصل عليها، مرتدة لمصلحة الريال، دي ماريا يمر من الأول، يحافظ على كرة بعد ذلك، ثم الكرة تطول على دي ماريا وإلى رمية جانبية لأوساسونا. هذه عادة الكرة الماضية، احتكاك كان مع كازياس، حكم المباراة لم يشير إلى خطأ رغم أن الخطأ كان واضح من جانب خافير أكونيا. دقائق عندما تمضي 10 دقائق، الربع ساعة القادمة ربما يفكر كارلو أنشيلوتي في راحة بعض الأسماء، يسحب رونالدو ويعطي الفرصة لأسماء أخرى، كرة إلى رمية جانبية للريال، أعتقد أنهم أمنوا على نتيجة المباراة والبطاقة أصبحت في جيب كارلو أنشيلوتي. الرمية الجانبية من جانب أربيلوا،
محاولة من إسكو لكن التغطية بعد ذلك في وسط الملعب، عودة لمصلحة فريق أوساسونا. آخر زيارتين للريال لم يخرج بفوز في بطولة الدوري، لكن اليوم في بطولة الكأس يمضي نحو تحقيق الفوز وتأكيد ترشح الكرة في وسط الملعب لبونيال. عادة الخلف إلى أوير، الكرة من جانب أوريول، تمريرة في جهة اليسار، انطلاقة لمصلحة أوساسونا، عرضية لكن بيبي في التغطية يبعثها تصل لألونزو، خاطئة من ألونزو لكنه يستعيدها بشكل جميل جدا. لم أكمل كل الجملة، أنها خاطئة من ألونزو، سريعة ما استعاد الكرة، جميلة لإسكو، تركها لخيسي، انطلاقة على اليمين، خيسي يمر يلعب كرة تصل لمصلحة الريال، جميلة والثاني للمرينجي. الله يا خيسي، هدف لدي ماريا، جملة فنية تكتيكية عالية جدا، رائعة جدا. الملوك في جو جميل أو في مزاج عالي جدا، استخلص الكرة ألونزو وبدأت الهجمة بعد ذلك. لاحظوا مرة أخرى طالب لاعب أوساسونا بخطأ في هذه اللقطة من جانب ألونزو الذي استخلصها خيزي، يحسب له المجهود الفني الكبير جدا في هذه اللقطة. الكرة العرضية القادمة للخلف، دي ماريا هذه المرة يسراه أصابت الشباك، يسراه أصابت المرمى، يسراه وضعت الريال في الربع النهائي بكلتا قدميه. ريال مدريد يصل، ريال مدريد يتألق، الملوك في ليلة ساحرة، والريال يمضي نحو الوصول لربع نهائي كوبا ديل ري. وهنا صفحة وانطوت بالنسبة لمهمة أوساسونا بنجاح بالنسبة لريال مدريد، ونفس نتيجة مباراة الذهاب تتكرر، هدفين دون رد، دي ماريا ثم رونالدو، وربما أمام مزيد من الأهداف في هذه السهرة الملكية. رونالدو على اليسار، رونالدو هنا يمر ينتظر التحرك من جانب كوينتراو، ثم لمسة لدي ماريا، دي ماريا مع إسكو يلعبها لإسكو، تمريرة على جهة اليمين لأربيلوا، الفارو مضغوط عليه، عادت لي الرامندي، الرامندي يلعب الكرة تصل لي دي ماريا لكنها بالخطأ، خافيير كوني يستعيدها، لوحظ على كرة لوي يلعب الكرة لكنها تصل بعد ذلك في وسط الملعب لكويفاس، خاطئة يستعيدها إسكو، تحرك جميل من جانب رونالدو، خطير الكرة من إسكو لكن التغطية بشكل جميل أيضا من جانب لوتس. عادت في وسط الملعب فريق أوساسونا، تقريبا انهار في مباراة اليوم، الهدف الثاني عن طريق دي ماريا وحتى الهدف الأول من جانب رونالدو قضى على أمالهم في المنافسة على بطاقة الترشح، وأصبحت المهمة شبه مستحيلة هذا اليوم، لا مستحيل في كرة القدم، ولكن بصراحة نقول أن أوساسونا يحتاج إلى أشبه ما يمكن نصفه بالمعجزة من أجل يحصل على بطاقة الترشح في هذه السهرة. كرة إلى رمية جانبية للفريق المحلي، كرة تنفذ سريعا، خافيير أكونيا يلعب الكرة لكن بدون تركيز، أكونيا جاء إلى أوساسونا برعارة من واتفورد الإنجليزي، لاعب في إيطاليا في جنوا في أودينيزي، كان في ريال مدريد في 2008 ولكن في الفريق الثاني لم يمثل الفريق الأول. الكرة تعود في وسط الملعب لأوساسونا، كرة متبادلة بشكل جيد، تمريرة لأكونيا نفسها، محاولة مرور، توريس يحاول تسديد كرة بعيدة، بعيدة جدا، وكانت من كويفاس بعيدة ثم إلى ضربة مرمى. إعادة للمجهود الفردي الرائع من جانب خيسي، انطلاقة جميلة من جانب خيسي الذي لعب كرة بمنتهى الذكاء القادم من الخلف دي ماريا، والذي سدد الكرة بشكل جميل في مرمى أوساسونا، وهدف ريال مدريد الثاني، يؤكدون فيه تألقهم في مباراة اليوم واستحقاقهم لهذا التقدم وهذا الانتصار. كرة تعود للخلف، لوي يلعب الكرة لكنها تصل بدون تركيز، مرة أخرى عند بيبي يستعيد عناصر أوساسونا الكرة،
طالت من أوريول إلى رمية جانبية، رمية جانبية عند أربيلو. كارلو أنشيلوتي ربما سيفكر، عليه ربما أن يفكر في إراحة بعض الأسماء للمواعيد القادمة، للمواعيد الصعبة في الأيام القادمة في مختلف المسابقات. كرة تعود مرة أخرى، تمريرات متقنة بين عناصر أوساسونا، ثم انطلاق على مستوى الهجوم لألفارو. سيخودو يحاول له، هنا لويب البحث عن الحلول، يلعب كرة عرضية تصطدم، تعود إلى الفارولان. سيخودو يمر من الأول، من الثاني مرة أخرى، لكن التغطية من ديماريا. حكم المباراة يشير إلى خطأ، حكم المباراة يشير إلى خطأ. اللاعب يتواصل بمبدأ الأفضلية للريال، ولكن هنا صافرة حكم المباراة تحتسب أو تشير إلى وجود خطأ لديماريا صاحب الهدف الثاني. الفارو سيخودو سيترك مكانه، خطأ واضح جدا في هذه اللقطة ضد فريق أوساسونا ضد الفارو سيخودو، ولمصعد ديماريا. أداء جيد تكتيكيا لديماريا في مباراة اليوم على مستوى الدوري الدفاعي وأيضا على مستوى الدوري الهجومي بالذات بعد أن سجل هدف فريقه الثاني. ثم جارث بيل، جارث بيل سيكون اللاعب القادم في تشكيلة الفريق الملكي. فوزي غارسيا على حساب سيخودو، غارسيا يدخل في تشكيلة أوساسونا. رونالدو بالفعل سيترك مكانه، يخرج رونالدو ويدخل جارث بيل. يخرج نجم ويدخل نجم، يخرج اللاعب رقم واحد في العالم ويدخل اللاعب الأغلى في العالم. هذا لا يحدث إلا في ريال مدريد. جارث بيل اللاعب القادم، تغيير لكارلو أنشيلوتي، إراحة رونالدو وإعطاء الفرصة لجارث بيل في أن يلعب في الدقائق القادمة. النجم الذي فعل كل شيء في الموسم الماضي مع سبورس، مع توتنهام، وبدأ الموسم بشكل مهزوز بعض الشيء، سرعان بعد ذلك ما كون أو ما استعاد عافيته وشخصيته وأصبح له دور واضح جدا وفعال في هجوم ريال مدريد. بيل يدخل في هذه الأثناء، وربما ننتظر مزيد من الأهداف عند الريال. كرة تعود على جهة اليمين أوساسونا، محاولة لجهة اليمين لأوير. الريال بأقل مجهود، أوساسونا لا يعلم ماذا يفعل. الهجوم لا يجد الحلول، الدفاع يجد الكثير من الأخطاء، ثم يجد في مرمى هدفين، ثم يجد الكثير من العقد اليوم، ثم المعنويات ليست جيدة، ثم الاقتراب من الخروج من الكأس. ويعرف جيدا بونيال كذلك خافي غارسيا، كل هذه الأشياء تريح كارلو أنشيلوتي وتعطيه الطمأنينة في مباراة اليوم أن يعود من بامبلونا ببطاقة الترشح، بمعنويات ممتازة، بأداء جيد جدا لريال مدريد. وإن كنا ننتظر أفضل من ذلك من الفريق الملكي. كرة تعود لمصعة إسكو، إسكو ينطلق، تحرك من جانب جارث بيل على جهة اليمين. بيل يحاول، بيل ينطلق الآن، بيل يبحث عن حل، يلعب كرة عرضية لكنها فوق المرمى من جانب جارث بيل. ضربة مرمى لأندريس فرنانديز. سريع جارث بيل، خطير جدا جارث بيل، عنده السرعة وعنده القوة حقيقة، وعنده تسديدات مركزة على المرمى. كثير من الأشياء تميز النجم الويلزي في هجوم الريال. كرة تعود في وسط الملعب لتوريس. بونيال يلعب كرة لكن أيضا بدون تركيز. ديماريا حكم مباراة يشير إلى خطأ ضد ديماريا، خطأ ضد ديماريا لمصلحة فريق أوساسونا. الونزو يترك مكانه ايضا، راح نجم خط الوسط الانيك تشابي الونزو. كازيميرو اللاعب القادم في تشكيلة كارلو انشيلوتي، كارلوس كازيميرو اللاعب القادم في تشكيلة الفريق الملكي، ثم اراحة تشابي الونزو بعد ان تم اراحة رونالدو. التأكيد على الفوز في مباراة اليوم، او نقول ضمان الترشح في الدور ربع النهائي، ثم ايضا ضمان حتى الفوز ربما تقريبا في مباراة اليوم، لانه صراحة لا نشاهد أوساسونا خطيرا على مرمى الريال في وقت في ريال مدريد يلعب بمنتهى الأريحية وبأقل مجهود ممكن
وفي منتهى التنظيم كرة للأمام بعيدة أقرب لكازياس أقرب لإيكار كازياس. سهرة مريحة لريال مدريد ربما ليست ممتعة إلى حد كبير ولكنها مريحة وفيها كثير من المكتسبات وأهم فيها طبعا إنه كريستيانو سجل. الريال يتفوق وبطاقة الترشح من هنا من بامبلونا وربما حتى نقول من مدريد حصلوا عليها. أوريول سيترك مكانه في هذه الأثناء. تغيير آخر لخابي غارسيا. خافي غارسيا يدفع بورقة جديدة. طبعا خافي غارسيا يعلم أن المباراة باتت صعبة على فريقه ولكن يحاول الخروج بأقل الخسائر. إنيكو اللاعب القادم في تشكيلة الفريق المحلي. غارث بيل يحاول الضغط لكن أيضا التغطية أمامه ثم رمية جانبية يكسبها غارث بيل يكسبها النجمي الويلسي. كرة تعود لإيرا وسط الملعب لدي ماريا. دي ماريا تغير اتجاه اللعب باتجاه بيل على جهة اليمين وصل إليها غارث بيل مضغوط عليه من جانب اللاعب البديل إنكو. تعود مرة أخرى لمصعتي ألفارو أربيلوا. أربيلوا يعيدها الخلف الرماندي ثم كرة تعود بعد ذلك لكازياس. إيكار كازياس يلعب كرة طويلة بدون أي تركيز سهلة لمدافعي أوساسونا. النتيجة عند هدفين مقابل لا شيء في مباراة اليوم وفي النتيجة الإجمالية مباراتي الذهاب والعودة حتى الآن 4 أهداف ريال مدريد لا شيء أوساسونا. الكرة على جهة اليمين طالت لكنها لا زالت على الخط وراموس لا يريد أن تبقى على الخط يريد أن يخرجها ويقطع الطريق قبل أن يصل غارسيا إلى مناطق ريال مدريد. ورمية جانبية لأوساسونا تدخل كان من جانب راموس. راموس هو الآخر بمعنويات ممتازة. يحيي نجم ألونزو. يعرف كارلو أنشيلوتي أنه لاعب مثل ألونزو لا يوجد له مثيل في تشكيلة ريال مدريد. بصراحة ليس من السهل أن تقوم بالأدوار التي يقوم بها ألونزو. كرة عرضية خطيرة لمصعتي فريق أوساسونا. كازيميرو يتدخل ثم العودة بعد ذلك على جهة اليسار. تمريرة بدون تركيز يستعدها دي ماريا. دي ماريا يبدأ هجمه معاكس انطلاق على جهة اليمين بعيد الكرة عن بيل في الأخير إلى رمية جانبية لفريق أوساسونا. إراحة مزيد من العناصر عند كارلو أنشيلوتي وتغيير آخر. الكرة من جانب بيبي إلى راموس. سيرخيو راموس في وسط دفاع ريال مدريد يلعب الكرة على جهة اليسار تصل لكوينتراو. لمسة جميلة من كوينتراو على جهة اليسار. خيسي المتألق. خيسي يتحرك لإسكو يلعب كرة جميلة لإسكو وإسكو يحصل عليها. إسكو يمر والدفاع يتدخل. جميلة جدا أولا من خيسي ثانيا من إسكو. هدايا ريال مدريد في الموسم الجديد لجماهيرهم في الموسم الجديد. خيسي وقبل ذلك إسكو اللاعبين المتألقين المهاريين. إسكو حاول إيصال كرة لغارث بيل. خيسي سيترك مكانه. خيسي سجل هدفين في هذا الموسم وخيسي سجل نقول بات له دور حاسم حقيقة يسجل أهدافا حاسمة ونتذكر هدفه في مرمى فالنسيا. هذه انطلاقة الهدف الثاني بعد مجهود ممتاز من جانب خيسي وتمريرة رائعة إلى دي ماريا الذي سجل هدفا ثانيا. صنع هدف خيسي. موراتا اللاعب القادم الفارو موراتا ركنية تنفذ محاولة لمصعة الريال لكن التغطية. العودة لفريق أوساسونا المرتدة لأكونيا لكن التغطية من الرماندي. موراتا يدخل في تشكيلة الريال. أصبح ريال مدريد سيلعب بمهاجم تقليدي هو موراتا. غارث بيل على الأرض الكرة تمرير للأمام محاولة لمصعتي أوساسونا.
وإيكر كازياس يستعرض مهاراته في مباراة اليوم، وكأنه يؤكد للملا أنني كازياس لم أتغير ولم يتأثر مستواي، وأبقى إيكر كازياس الكبير العملاق المتألق الذي وفيا في سنوات الماضية كلها لريال مدريد، وفيا لمرماي حقيقة والتألق كبير جدا رغم الكثير من خيبات الأمل التي مر بها ريال مدريد. فإن إيكر كازياس كان متألقا، كان مبدعا، كان حراسة أمينة لمرمى الريال. كرة وانطلاق على جهة اليسار خطيرة لأوساسونا، الدفاع تدخل من جانب أربي الأول ثم بيبي يؤمن عليها إلى كازياس، خلص الحارس العملاق طويلة للأمام رأسية ثم عودة بعد ذلك في وسط الملعب لمصعتي راموس. راموس يحاول بناء هجمة يلعبها لدي ماريا، مرور جميل من الأول، لمسة على اليسار مراتا، اللمسة الأولى مراتا يحاول مضغوط عليه يحافظ على كرته، يتعرض لإصابة يخرج الكرة إلى رمية جانبية. يتساءل غارسيا ما إذا كان هنالك خطر، مستاء غارسيا ولا أعلم من ماذا مستاء، لا أعتقد أن كل هذا الاستياء من الحكم، أعتقد أنه الاستياء من أداء فريقه في مباراة اليوم، ولكنه في الأخير يقابل ريال مدريد. ويعرف الفارق الكبيرة جدا بينه وبين خصمه في مباراة اليوم. موراتا يخرج لتلقي العلاج، إصابة لموراتا واضحة، الإصابة في وجه موراتا أسفل عينه، إصابة واضحة. مهاجم شاب يريد أن يقدم نفسه بشكل جيد في تشكيلة ريال مدريد، ينافس كم هائل من النجوم وهو لا يزال صغير السن، يحتاج إلى أن يأكل العشب الأخضر من أجل أن يقدم نفسه بشكل جيد، يعني أنه يحتاج إلى مجهودات كبيرة جدا، أن يبذل أكثر من مجهود حقيقة ونقول فوق طاقته إذا ما أراد أن يبقى في ريال مدريد أو أن يلعب أساسيا، وإن كان من الصعب أن تلعب أساسيا في تشكيلة الريال طالما لا تملك الموهبة الكبيرة. موراتا لم يبرز هذه الموهبة حتى الآن عكس خيسي، عكس إسكو بالذات، خيسي المتألق هذا الموسم. شاهدنا إعادة لكرة موراتا بالرأس، ثم الكرة تعود لمناطق أوساسونا. أغلب فترات اللعب كانت في وسط الملعب أو في ملعب أوساسونا. في السادار الريال متألق في مباراة اليوم في بامبلونا، نزهة لريال مدريد بأتم معنى الكلمة، وجاءوا هنا للحصول على بطاقة والاحتفال مع رونالدو بالكرة الذهبية ربما، ثم انتظار المباريات القادمة في الليغا، ثم انتظار أيضا مع دوري الأبطال. كرة تعود لكازياس يلعبها على تيات اليسار، محاولة لدي ماريا، كوينتراو، دي ماريا لعب الكرة تصل لمصعة الريال. موراتا في وسط الملعب عائد الخلف يغير اتجاه اللعب، تصل لأربيلوا، أربيلوا لمسة أمامية انطلاقة هجومية لمصعة ريال مدريد، كرة عرضية لكن أيضا التغطية، الكرة بعيدة عن كوينتراو، في الأخير رمية جانبية، في الأخير رمية جانبية لفريق أوساسونا. لم يقدم شيء أوساسونا في شوط المباراة الثاني، وهذا أمر طبيعي، اللاعبون وصلوا إلى مرحلة من الاستياء على نتيجة المباراة، وأنهم لم يعد لديهم حافز، عندما تفقد الحافز تفقد كل شيء، فقدوا الحافز في مباراة اليوم، عرفوا أن المهمة شبه مستحيلة الترشح، وهذا ما زاد الأمور تعقيدا عند الفريق المحلي. كرة تعود لكوينتراو، يسكو على جهة اليسار، يكسب رمية جانبية لريال مدريد، تركها لكوينتراو، موراتا متأثرا بإصابته، بيل بالصدر إلى كوينتراو، رمية جانبية لريال مدريد، الكرة تعود ليسكو، يسكو لأربيلوا ثم رمية جانبية،
رمية جانبية لكوين تراوت، تنفس سريعا باتجاه إسكوب، عودة بعد ذلك لمصعة الريال، محاولة لمراتب إسكو على اليسار، مضغوط عليه كوينتراو، لمسة الوانتو جميلة ولكن التغطية أمام إسكو في الأخير سهل الكرة لعناصر أوساسونا، سهل الكرة لعناصر أوساسونا، تحرك جميل بالكرة ولكن بعد ذلك بدون تركيز، تمريرة جاءت من غير تركيز ولا شيء يقدم أوساسونا في شوط المباراة الثاني بالذات، نقول عندهم بعض الفرص في الشوط الأول. رونالدو سجل أولا في الدقيقة 22 56، بعد ذلك في الدقيقة 56 سجل دي ماريا الهدف الثاني. الاحتكاك الذي تم بين دفاع أوساسونا ومراتا في اللقطة الماضية، على إثر ذلك تعرض لإصابة، انطلاقة لمصعة الريال، تمريرة ومحاولة بعيدة عن بيل يحاول الوصول إليها، التغطية والإبعاد إلى رمية جانبية، رمية جانبية لجارث بيل، رمية جانبية للنجم الويلزي، ينتظر دوره في مباراة اليوم جارث بيل، كرة للأمام لكنها أيضا بدون تركيز، ربما نقول أن ريال مدريد حتى وإن لم يقدم أداء لافتا ساحرا بأتم معنى الكلمة في مباراة اليوم، ولكن تبقى عقلية الفوز، هذا ما يريد كارلو أنشيلوتي، أن الفريق يبقى يفوز وهذا هو الأهم. كرة تعود مرة أخرى، انطلاقة لمصعة الريال، تمريرة طويلة باتجاه إسكو، تغطية وتدخل، مراتة بعيد عن الهجوم، عن قلب الهجوم، ينتشر عناصر ريال مدريد في خط الوسط، يبقى إسكو هو المهاجم الحر في تشكيلة ريال مدريد. كرة تعود مرة أخرى للويب، راول، إعادة الخلف لبونيال، ممتازة الكرة، كونيا تسديدة ولكنها سهلة لكازياس، بين وقت وآخر نشعر بوجود إيكر كازياس، مثل هذه الكرات تشعرنا بوجود إيكر، إيكر العملاق، لاحظوا التسديدة سهلة جدا عند إيكر كازياس، الكرة في انطلاقة ممتازة لمصعة كوينتراو، تحرك سريع من إسكو، خطيرة لمصعة الريال، محاولة لكوينتراو، تغطية وتدخل أمام المدافع البرتغالي، تغطية وتدخل ثم عودة مرتدة لمصعة أوساسونا، تمرير في وسط الملعب، كويفاس، راول لوي يلعب الكرة لكن أيضا أمام تغطية، لو يلعب كرة جهة اليمين لازالت عند عناصر أوساسونا، وير عرضية لكوريا خطيرة لكن التغطية تصل عند دي ماريا، خاطئة من دي ماريا، تسديدة لكنها بعيدة جدا، بعيدة جدا من البديل خوزي غارسيا، ضربة مرمى لريال مدريد، حلوة كانت المحاولة لفريق أوساسونا لكن الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، تسديدة جاءت بعيدة كل البعد عن مرمى إيكر كازياس، الكرة طويلة من كازياس إلى الأمام، ميكيل فلانو يتدخل، خطأ احتسب حكم المباراة لمصلحة أوساسونا، يستعيد الكرة مرة أخرى، الكرة في جهة اليمين، محاولة لأوساسونا لكن التغطية، وحكم المباراة يشير إلى خطأ، مباراة في بعض الأوقات تشعر أنها مباراة ودية صراحة، لأن ريال مدريد أمن على الانتصار، أمن على بطاقة الترشح، وأراح حتى بعض أراح النجوم، أراح الأسماء الكبيرة، سحب رونالدو وسحب أيضا ألونزو وبعد ذلك خيسي، بينما أوساسونا رغم ذلك كله لم يقدم نفسه، كرة عرضية الآن تبعد من الدفاع، لازالت خطيرة لمصعة أوساسونا، تسديدة لكنها بعيدة أو تصطدم في دفاع ريال مدريد، ربما الريال ينتظر هدف ثالث،
لأنه لاحظوا أساسونا بدأوا يندفعون أكثر من اللازم ويعطون مساحات كبيرة لبيل وإسكو. كرة تعود أيها فوقاتنا في خط الوسط ستسبب في مشكلة لأساسونا. هذه المرتدة اللي يتحدث عنها انطلاقة لإسكو، تحرك على يسار جميلة لدي ماريا. دي ماريا محاولة للريال على يسار، دي ماريا يلعب كرة لكنها تصطدم في الدفاع وإلى ركنية لريال مدريد، ركنية للفريق الملكي. الشيء اللي كنت أتحدث عنه أنه ريال مدريد عندما يجد المساحات يجد الفرص السانحة للتسجيل. موراتا بعد دخوله لم يسجل ولكنه حصل على ضربة في وجهه بالنسبة لموراتا، ويريد أن يضرب شباكه أساسونا مع هذه الركنية المتاحة. اللاعب يتوقف، تغيير آخر لخافي غارسيا. كويفاس يترك مكان لريرا، أوريول ريرا اللي حصل على بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على حكم المباراة في شوط المباراة الأول. الآن ركنية متاحة للريال، كرة عرضية خطيرة لبيبي ورأسية لكنها جاءت من كازيميرو بعيدة على المرمى. كرة النت بالبرازيلي ضاعت ونحن على أبواب 9 دقائق على نهاية المباراة. أهم ما فيها رونالدو سجل، ريال مدريد هدفين، ثم بعد ذلك بطاقة الترشح والوصول إلى الدور ربع النهائي من الكوبا دي ري. وأيضا يحسب لكارلو أنشيلوتي أيضا أنه مباراة اليوم الفريق يحقق فيها الأهم الفوز دون أن يدخل شباك أهداف، وحتى بأقل مجهود. انطلاق على جهة اليمين، لم يبذل كثير من الجهد ريال مدريد في مباراة اليوم أمام خصم تائه تماما. محاولة لمصلحة أساسونا على جهة اليمين، كرة بالكعب جميلة وعرضية نحو القائم الثاني خطيرة وعرضية، لكن الدفاع من جانب بيبي خلص كرة روبرتو توريس اللي استعادها مرة أخرى. توريس على اليسار يحاول أمام أرميلو، توريس يبحث عن كرة عرضية جميلة عرضية لكن بيبي يتدخل، وبعد ذلك بيل خلصها ثم استعادها أساسونا على اليسار. محاولة لمصلحة إنكو اللاعب البديل ضاعت منه وفي الأخير إلى رمية جانبية. رمية جانبية 8 دقائق على نهاية المباراة تصل لأربيلو. جارث بيل مضغوط عليه ثم رمية جانبية للريال. شسوا عليكم موراتا، دخل من أجل أن يفرض نفسه، أن يقدم لريال مدريد هدف، أن يتألق، أن يحاول تقديم كل ما لديه في مباراة اليوم عندما يحصل على فرصة، ولكنه يتعرض لإصابة وهو المطلوب في أرسنال الإنجليزي. كرة تعود لمصلحة إسكو، إسكو لجارث بيل، بيل مضغوط عليه تصل في وسط الملعب، محاولة ممتازة لمصلحة دي ماريا. دي ماريا لمسة جميلة لإسكو، طالت على إسكو سهلة لحارس المرمى أندريس فرنانديز، سهلة عند فرنانديز. بهذه الوضعية ريال مدريد في الدور ربع النهائي، وربما نقول من المنتظر أن يقابل أتلتيكو مدريد. كرة انطلاقة، لمسة جميلة باتجاه دي ماريا في مكان خطير جدا، محاولة لمصلحة إسكو لكن الدفاع يتدخل أمام فرصة ملكية، أمام فرصة مدريدية ضاعت الفريق الملكي. الهدف الثالث كان قريب قبل نهاية المباراة ب7 دقائق. الكرة كانت خطيرة جدا، لم يحسن التعامل معها هجوم ريال مدريد. طبعا حتى هجوم ريال مدريد لم يعد لديه الحافز الكبير طالما أنه أمن على نتيجة المباراة وعلى الترشح ويلعب بأقل مجهود. ربما حتى طلب ذلك كارلو أنشيلوتي من عناصره أن يلعبون بمجهود أقل في الدقائق المتبقية من المباراة. الكرة لمصلحة إيرا مندي، وهذا كازيميرو. إيرا الآن يلعبها لدي ماريا، دي ماريا الكرة لتصل لإسكو، إسكو الفنان يحافظ على كرته ثم لمسة على جهة اليمين لأرميلو، يعيدها لإسكو، تحرك من جانب جارث بيل، لمسة خاطئة يستعيدها مرة أخرى فريق أساسونا. المرتدات غير موجودة، التمريرات المتقنة غير موجودة، التنظيم الهجومي أيضا غير موجود، الفعالية الهجومية لأساسونا لم نشاهدها، الأهداف كانت غائبة. أساسونا بأكمله توارى عن الأنظار في وقت في يتعلق ريال مدريد، ولكن هذه خطأ وبطاقة ثانية على كوينتراو.
مساعد لكوينتراو. كوينتراو بعد فترة من الغياب أكثر من شهرين يعود لريال مدريد أساسيا، ويوم العودة يخرج بالبطاقة الحمراء. حصل على البطاقة الصفراء الثانية والحمراء لفابيو كوينتراو. كوينتراو لديه بطاقة صفراء ثم إعاقة كانت واضحة جدا، إنذار ثاني مستحق لكوينتراو. هذه عادة اللقطة وهذه خبرة اللاعب، وهذا ما يعاب على كوينتراو في كثير من المواقف، يفقد أعصابه، يعرف أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح وهو متقدم بهدفين. لماذا قام بهذه الإعاقة من جانب كوينتراو؟ وحتى بعد ذلك تمادى كوينتراو، يتمتع بقدرات جيدة جدا كوينتراو، ولكن لا يتمتع بعقلية جيدة صراحة. في كثير من المرات يفقد أعصابه، وهنا يبدو أن موراتا غير قادر على مواصلة اللعب. موراتا يبدو أنه غير قادر على مواصلة اللعب، إصابة صعبة لموراتا أسفل العين بطبيعة الحال. تلاحظون تحامل على نفسه وحاول أن يلعب من أجل ريال مدريد، لكن من أجل عينه أيضا لابد أن يخرج، ولا أعلم ما إذا كان ريال مدريد يساوي عينه بصراحة بالنسبة لموراتا. يبقى يتلقى العلاج، ولكن أمر صعب على ريال مدريد أن يلعب بعد طرد كوينتراو. انتهت التغييرات، موراتا مصاب، هذا ما يعني أنه ربما حتى سيلعب بغياب لاعبي. لاحظوا مرة أخرى الاحتكاك الذي تم بين دفاع أوساسونا، لاحظوا في هذه اللقطة تعرض لإصابة، احتكاك كان على ما يبدو مع بونيال. موراتا يخرج مصابا، الريال يفقد كوينتراو، ثم الآن سيفقد موراتا للإصابة، يعني أنه سيلعب بتسعة لاعبين في آخر ثلاث دقائق، وأعتقد أنه حتى لو لعب بخمسة لاعبين. أوساسونا لمس لديه الكثير في مباراة اليوم لأن يفعل الشيء أو لأن يترشح. موراتا يخرج مصابا، سلامة لموراتا، بدأ متأثرا من الإصابة، بدأ متأثرا من الإصابة، إصابة لموراتا، طرد كوينتراو. أوساسونا الآن يقابل ريال مدريد الذي سيلعب بتسعة لاعبين فقط. التغييرات انتهت، موراتا خرج مصابا وكوينتراو مطرودا، وأوساسونا يحاول أن يقاتل في الدقائق القليلة القادمة. ريال أحد البدلاء في تشكيلة غارسيا، خافي غارسيا، بينما أمامنا ركنية لمصلحة أوساسونا. دقيقتين على نهاية المباراة، كل ريال مدريد طبعا عليهم أن يتراجعوا الخلفي، أن أوساسونا من الطبيعي أن يندفع، ولكن الفريق الأحمر عليه أن يحذر من مرتدات ومن جاريث بيل. كرة عرضية لكن كازياس يبعدها إلى ركنية أخرى، ركنية أخرى على بعد دقيقتين. شاهد معي مرة أخرى في الإعادة، الكرة التي أمن عليها كازياس إلى ركنية، ثم ركنية أخرى لأوساسونا، كرة تنفذ نحو القائم الثاني خطيرة ولكنها تبعد من جانب بيبي. يستعيد الكرة فريق أوساسونا، تسديدة ولكنها بدون تركيز، تصطدم في الدفاع، تعود على جهة اليسار، ريرب يلعب كرة سهلة لكازياس، يلعبها سريعا، البحث عن المرتدة، الانطلاقة السريعة لمصلحة الريال، محاولة لديماريا، ديماريا يأخذ كل وقته ثم يلعب كرة بدون تركيز. ديماريا بعض الأوقات تقول ما هذا اللاعب، النجم الفلتة، النجم المتألق حقيقة، الموهوب. في أوقات أخرى في بعض التعامل مع الكرة تشعر حقيقة أن ديماريا، اسمح لي القول، أنه لاعبا عاديا في كثير من المواقف، لا يحسن التعامل مع الكرة، في أوقات أخرى يكون متألق. الكرة تعود لمصلحة أوساسونا، أوساسونا على مستوى الهجوم، أربعة أهداف ريال مدريد لا شيء، أوساسونا في مجموع مباراتين الذهاب والعودة. كرة بالخطأ، يستعدها كازيميرو الآن، أو هذا إسكو، نعم كازيميرو يلعبها لجارث بيل،
بيل يحافظ على كرته، لمسة لبيبي، رمية جانبية. الوقت القانوني 90 دقيقة انتهت. ريال مدريد يترشح رسميا لربع نهائي بطولة الكوبا ديل ري على حساب أوساسونا بنفس النتيجة في مباراتي الذهاب والعودة، هدفين مقابل لا شيء في مدريد وهدفين مقابل لا شيء في بامبلونا، وكرة تعود باتجاه بيلوا، لكن التغطية العودة لمصلحة أوساسونا شيء ليقدموه في مباراة اليوم، وخصمهم يلعب بناقص عنصرين، ناقص لاعبين كوينتراو ثم موراتا. إسكو يحافظ على كرته، ربما 4 دقائق ننتظرها من حكم اللقاء أنطونيو ماتيو لاهوس. 3 دقائق، 3 دقائق يضيف حكم المباراة كوقت بديل. كرة تصل لمصلحة دي ماريا، انطلاق على مستوى الهجوم لدي ماريا. إجمالا المباراة جيدة لدي ماريا. تعود الكرة في وسط الملعب لمصلحة أوساسونا، الكرة تمرير أمامية لكن بيبي يتدخل وكازياس يبعدها إلى رمية جانبية لأوساسونا. دفاع ريال مدريد كان جيدا إلى حد كبير، كازياس في كل الاختبارات التي تعرض لها نجح كازياس على مستوى الهجوم، هدفين. وحتى على مستوى المجهودات ليست كبيرة، كرة عرضية خطيرة الآن ولكن بيبي يتدخل، لازالت خطيرة لمصلحة أوساسونا، البحث عن هدف الشرف على الأقل، لكن التغطية من جانب الدفاع وتبعد الكرة من كازيميرو بعيدة عن مناطق الريال، وسهلة لمدافعي أوساسونا. وكرة على جهة اليمين، تحول هجومي الآن من جانب غارسيا بدون تركيز، أقرب لدي ماريا. سيرخيو راموس يلعبها لكازيميرو، مضغوط عليه، الكرة يستعيدها فريق أوساسونا، محاولة على مستوى الهجوم، تمريرة باتجاه ريال خطيرة جدا، وكرة عرضية لكن بيبي يتدخل. مباراة كبيرة لبيبي، الوحش بيبي يبعد الكرة. ماذا تنتظرون؟ حان وقت النوم ربما، لأنه أوساسونا لم يعد لديهم شيء. هذه الجماهير ماذا تنتظر؟ تنتظر الصافرة، لكن فريقهم ليس لديه شيء ليقدم اليوم لهذه الجماهير المستاء من النتيجة ومن الأداء ومن كل شيء في مباراة اليوم. كرة عرضية خطيرة لمصلحة أوساسونا رأسية. نعرف أنه عندما تقابل فريق بحجم ريال مدريد الجماهير تحضر، الكل يتمنى أن تكون نتيجة فوز، لأنهم يعرفون الفوز على ريال مدريد ليس كأي فوز، وإخراج ريال مدريد من بطولة الكأس تكون نتيجة للتاريخ. كل ذلك لم يحدث، والمدرجات باتت شبه خالية الآن، كثير من الجماهير تركت أماكنها، والكثير من الجماهير حتى لم تحضر لأن المعدل الجماهيري في مباراة اليوم لم يكن عاليا. كرة تعود مرة أخرى، الثواني الأخيرة على نهاية المباراة، 3 دقائق المضافة من جانب حكم المباراة، على وشك أن تنتهي. حكم اللقاء أنطونيو ماتيو لاهوس ربما يستعد لإطلاق الصافرة، هذه كرة على جهة اليمين، محاولة لمصلحة أوساسونا، عرضية خطيرة لكن غارث بيل يتدخل، يبعد الكرة عن مناطق الفريق، تعود مرة أخرى والراموس، وكرة لازالت خطيرة لأوساسونا عن طريق الريال، خطيرة وتسديدة كازياس. الله على إيكر، إيكر كازياس كأنه يقول الذهب لا يصدر. كرة إيكر كازياس، القبضة الحديدية لإيكر، يتدخل يبعد الكرة إلى ركنية، ولا أعلم إذا كانت ستكتمل لأنه الدقائق انتهت، وحتى 3 دقائق المضافة من جانب حكم اللقاء، 90 دقيقة والوقت المضاف، وكل شيء انتهى، وصافرة حكم اللقاء أنطونيو ماتيو لاهوس تنهي أحداث اللقاء لتعلن تأهل ريال مدريد لربع نهائي كوبا ديل ري بمباراة اسمح للقول أنها سهلة، وبنوسا في بامبلونا ليس كما جرت العادة. ريال مدريد يخرج من هنا بانتصار بهدفين مثل ما حدث في مباراة الذهاب، وبتألق لإيكر كازياس، وبهدف لرونالدو، وهدف لدي ماريا، وبشباك نظيفة، وبأداء جيد جدا. شكرا لكم سيداتي وسادتي، نلتقي معكم في مواعيد رياضية قادمة. تحيات أسرة العمل في قنوات بي إن سبورتس. أتحول بالكلمة الآن لزميلي خالد ياسين.
شكرا لي يا زميل فهد العتيبي. انتهت إذن مباراة الصدار بنفس نتيجة مباراة سانتياغو برنابيو بهدفين مقابل شيء لفائدة ريال مدريد، في حين أن ملعب سيوتاد دي فالنسيا لا زال يعيش الأجواء الأخيرة، اللحظات الأخيرة في مباراة العودة بين ليفانتي ورايو فايكانو، وتقدم فريق ليفانتي بهدف مقابل شيء منذ الشوط الأول، ونعيش بالطبع آخر اللحظات. تنتهي الآن المباراة وكباروس مدرب فريق ليفانتي يصافح زميله في رايو فايكانو، وفوز وتأهل بالتالي إلى الدور ربع النهائي. نعود ونستحضر شريط الأهداف الثلاثة في كلتا المباراتين. نبدأ بمباراة أوساسونا وريال مدريد التي بدأها كريستيانو رونالدو الذي سجل بالمناسبة هدفه 30 هذا الموسم في كل المسابقات، طبعا تشامبيونز ليج 9 أهداف هدف، وأيضا 20 هدف في الدوري الإسباني. الهدف الثاني جاء في الدقيقة 56 أثناء هذا العمل مجهود فردي لخيسي يمرر، ودي ماريا يأتي من الخلف ويحرز الهدف الثاني ويؤهل بالتالي فريق ريال مدريد. هذا هو الهدف الوحيد، خطأ في دفاع رايو فايكانو يستغله بالطبع اللاعب دافيد بارال ويحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 42. إذن فريق فياريال فريق ليفانتي يفوز ويمر إلى الدور الثاني. نعود إلى مباراتنا، مباراة هدفين مقابل شيء، مباراة سهلت بعد هدف كريستيانو رونالدو. فريق حتى قبل بداية المباراة كان أشرف بن عياد تحدث عن العزوف الجماهير عن حضور المباراة، مؤشر على تواجد فريق ريال مدريد، وذلك أعطاه فرصة أن يلعب من غير ضغوط. صحيح، ظن غياب الجمهور ربما أثر بشكل كبير على أداء فريق أوساسونا. دائما أوساسونا يكون قوي على ملعبه في الليغا عندما يكون مؤازر من طرف